ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تفرج بها الهم وتزيل بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الأمل. أهلا وسهلا بكم معايا في المسابقة الرمضانية 2022، واللي بدأناها بأسئلة بسيطة، والحمد لله في ناس كتير بصراحة بتجاوب وبتجاوب إجابات نموذجية، وأتمنى إن هم يكونوا من الفائزين، وأتمنى الكل يشارك معانا في القناة. ما تنساش قبل ما أقول السؤال تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. السؤال بيقول: ما هي الألوان التي ذكرت في سورة البقرة؟ تاني السؤال: ما هي الألوان التي تم ذكرها في سورة البقرة؟ سؤال بسيط جدا النهارده، وان شاء الله اتمنى انكم كلكم تكونوا فايزين. ما تنساش هتكتب الكومنت بتاعك او الاجابه في تعليق تحت الفيديو. وكل ما انت بتتابعنا على القناه وكل يوم فيديو بينزل وكل يوم الاقي تعليقك، يعني هتكون اكتر واحد مشارك معايا في الاجابات، فده معناه ان انت ان شاء الله هتكون الفائز. اتمنى لكم التوفيق وصياما مقبولا ان شاء الله، وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.